akan membacakan surah Al-Anbiya ayat 94 halaman 330 dengan komposisi lagu Bayati Soba Ros Nahawan. Inilah qori terakhir dengan peserta dengan nomor peserta 074 akan membacakan surah Al-Anbiya ayat 94 halaman 330 dengan komposisi lagu Bayati Soba Ros Nahawan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلي
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون صدق الله العظيم.